في يوم الأحزاب خرج فارس من فرسان العرب يقال له عمرو بن عبد ود، وكان شيخا كبيرا فارسا هماما شجاعا، فخرج ونادى بالمسلمين لما حفر الخندق بين المسلمين والمشركين، فكان الأبطال يخرجون يطلبون المبارزة رأسا برأس. فخرج عمرو بن عبد ود فقال: هل من مبارز؟ هل خرج إلي أحد يبارزني؟ فقام علي، وله من العمر في ذلك الوقت 25 سنة، قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله دعني أبارزه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، إنه عمرو بن عبد ود، هذا فارس معروف، إنه عمرو يا علي. قال: وإن؟ أي وإن كان، دعني أبارزه. قال: قم إليه. فقام إليه علي رضي الله عنه، فلما رآه عمرو بن عبد ود صغيرا شابا صغيرا مقارنة به وهو فارس معروف، قام إليه علي رضي الله عنه فقال له: يا عمرو، إنه قد بلغني عنك أنك كنت تقول: ما خيرني رجل بين أمرين إلا اخترت أحدهما لابد. قال عمرو بن عبد ود: هو كذلك، نعم، إذا خيرني أحد بين أمرين اختار أحدهما ولا بد. قال: فإني أدعوك إلى الله ورسوله أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. قال: أما هذه فلا، ائتني بالثاني. ما هو الأمر الثاني؟ قال: أدعوك إلى المبارزة. فقال عمرو بن عبد ود لعلي: يا بني، يا ابن أخي، إني والله لا أحب أن أهري قدمك، أنت شاب صغير، لا أريد أن أقتلك. فقال له علي: ولكني والله أحب أن أهري قدمك. أنت لا تحب، أنا أحب أن أهري قدمك. وكان عمرو بن عبد ود لما خرج كان يقول أبياتا من الشعر، يقول: ولقد بححت من النداء لجمعهم هل من مبارز، ووقفت إذ جبن المشجع موقف القرن المناجز، ولذلك أني لم أزل متسرعا قبل الهزاهز، يعني المعارك، إن الشجاعة في الفتى والجودة من خير الغرائز. فلما خرج إليه علي رضي الله عنه قال له: لا تعجلن، فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز، في نية وبصيرة، والصدق منجى كل فائز، إني لأرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز، من ضربة النجلاء يبقى ذكرها عند الهزائز. فاهتز عمرو بن عبد ود: من أنت حتى تقول لي مثل هذا الكلام؟ فنزل عن فرسه ونزل إليه علي، وثار الغبار بين علي وبين عمرو بن عبد ود، ولا يدرون من المنتصر، حتى سمعوا الله أكبر يكبر علي رضي الله عنه إذ قتل عمرو بن عبد ود.